ما هو البروفين؟ الإيبوبروفين. يعد البروفين الاسم التجاري للمادة الفعالة المعروفة بالإيبوبروفين، وهو من الأدوية التي تتبع للمجموعة التي تعرف بمضادات الالتهابات اللاستيرويدية. ومن الجدير بالذكر أن الأدوية اللاستيرويدية تحدث تأثيرا مماثلا للستيريودات، ولكن دون التسبب بأعراض جانبية مماثلة لها في الخطورة. وحقيقة يعد الإيبوبروفين مسكنا للألم وخافضا للحرارة ومثبطا للالتهاب كذلك، وإن تسكين الألم وخفض الحرارة من التأثيرات الفورية للإيبوبروفين، في حين أن تثبيط الالتهاب يحتاج فترة أطول ليتحقق، وقد يستغرق الأمر مرور بضعة أسابيع على أخذ الإيبوبروفين. يعمل الإيبوبروفين عن طريق تثبيط المركبات التي ينتجها الجسم والتي تسمى البروستاغلاندينات، إذ ينتج الجسم هذه المركبات ويطلقها عند التعرض لاضطراب صحي معين، فتسبب الانتفاخ والالتهاب والشعور بالألم. ومن الممكن أن تسبب هذه المركبات ارتفاعا في درجة الحرارة، وهذه الأعراض والعلامات دليل جيد على وجود مشكلة يتعرض لها الجسم، الأمر الذي يستدعي انتباه المصاب ومراجعة الطبيب لمعرفة المسبب والسيطرة على الأعراض بداية ثم السيطرة على المسبب. وتجدر الإشارة إلى أن الإيبوبروفين لا يعتبر من العقاقير التي تسبب الإدمان، فهناك من يعتقد أن الحاجة المستمرة للإيبوبروفين لتسكين ألم الصداع النصفي المعروف أيضا بالشقيقة يدل على إدمان المصاب عليه وعدم قدرته على التوقف عن أخذه. والرأي العلمي الصحيح هو أن الاعتماد على الدواء لتسكين الألم قد يدخل المصاب في حلقة مزعجة، ولكن لا يعد إدمانا. يمكن استخدام مادة الإيبوبروفين في علاج عدد من المشاكل الصحية، ونذكر منها تخفيف شدة الصداع وآلام الأسنان، تخفيف آلام الدورة الشهرية، وتسكين آلام العضلات، تسكين الآلام الناتجة عن الإصابة بالتهاب المفاصل، وتخفيف شدة الحمى والآلام الناتج عن الإصابة بالإنفلونزا والرشح. ينصح بالالتزام بالجرعات المحددة عند تناول دواء الإيبوبروفين لعلاج المشاكل الصحية المختلفة، تجنبا للمضاعفات المحتملة، وفيما يأتي بيان الجرعات بحسب الفئة العمرية. إذا استعملت الإيبوبروفين لعسر الطمث، تتراوح الجرعة الفموية ما بين 200 حتى 400 ميلي جرام كل 4 إلى 6 ساعات، وذلك أن لا تزيد الجرعة الكلية عن 3200 ميلي جرام يوميا. عند مرض الفصال العظمي، حيث تبلغ الجرعة الفموية منه ما يعادل من 1200 حتى 3200 ميلي جرام مقسمة على مدار اليوم، على أن لا تزيد الجرعة الكلية عن 3200 ميلي جرام في اليوم. عند مرض الالتهاب المفصلي الروماتويدي، تبلغ الجرعة الفموية منه ما يعادل بين 1200 وحتى 3200 ميلي جرام، بحيث تكون مقسمة على مدار اليوم. عند تسكين الألم، يمكن استخدام الإيبوبروفين على شكل حقن وريدية أو تناول الحبوب الفموية لتسكين الألم. عند علاج الحمى، يمكن استخدام الإيبوبروفين على شكل الحقن الوريدية أو تناول الحبوب الفموية في علاج الحمى بالجرعات. عند جرعة الأطفال، في الحقيقة يصرف الإيبوبروفين للأطفال والرضع بالاعتماد على عمر ووزن الطفل المصاب وعلى شدة الأعراض التي يعاني منها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدواء يمكن أن يعطى للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 6 شهور، والذين تزيد أوزانهم عن 5 كيلوغرامات في حالات تسكين الألم والحمى. كما يمكن استخدام الإيبوبروفين في حالات الإصابة بالالتهاب المفصلي الروماتويدي اليفعي. فمثلا يتم إعطاء الطفل الذي يتجاوز عمره 6 شهور حتى عمر السنتين جرعة من معلق الإيبوبروفين الفموي تعادل 10 ميلي جرام في الكيلوغرام كل 6 حتى 8 ساعات، على أن لا تتجاوز الجرعة الكلية مقدار من 40 ميلي جرام في الكيلوغرام في اليوم. تتعدد الأعراض أو الآثار الجانبية التي قد تترتب على أخذ دواء الإيبوبروفين، ومنها الإسهال والغثيان والتقيؤ والشعور بألم في المعدة أو الأمعاء، انتفاخ البطن والشعور بألم في الجزء العلوي منه، بالإضافة إلى احتمالية المعاناة من عسر الهضم. كما يمكن أيضا أن يعاني من هذه الأعراض ولكن أقل شيوعا نوعا ما، مثل الدوخة واحتباس السوائل في الجسم، ارتفاع ضغط الدم، التهاب المعدة، وظهور تقرحات في الجهاز الهضمي، وزيادة أعراض الربو عفوا. كما هناك أيضا أعراض نادرة جدا يمكن أن يتسبب بها أخذ الإيبوبروفين، ومنها الجلطة القلبية.
هو الجلطة أو السكتة الدماغية، وقرحة أو نزيف المعدة. كما ينصح بتجنب أخذ الإيبوبروفين خلال الحمل إلا إذا أشار الطبيب بخلاف ذلك، فالإيبوبروفين قد يسبب عددا من الآثار السلبية على صحة الجنين، وخاصة بعد الأسبوع 30 من الحمل، ولكن قد توجد بعض الحالات التي تكون فيها الفوائد المجنية من أخذ الإيبوبروفين تفوق الآثار السلبية التي قد تترتب عليه، ولذلك تجدر استشارة الطبيب قبل أخذ أي جرعة منه مهما كانت صغيرة أثناء الحمل. ويمكن للمرأة المرضع أخذ الإيبوبروفين طالما لم تكن مصابة بأي مشكلة صحية تمنع أخذ هذا الدواء، وذلك لأن نسبة ضئيلة من الإيبوبروفين قد تعبر إلى حليب الأم فتصل إلى الرضيع. حتى هذه النسبة فهي لا تسبب الأذى للرضيع، ويجدر التنبيه إلى ضرورة الالتزام بالجرعة التي يصفها الطبيب مع الحرص على أخذ الدواء لأقصر فترة ممكنة.